متى يصلى على الجنين الذي سقط ميتا من بطن أمه؟ إذا تمله أربعة أشهر، إذا تمله أربعة أشهر يأخذ حكم الجنائز، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقبرة، لأنه نفس، لأنه نفس نفخت فيه الروح. أما إذا كان قبل أربعة أشهر فهذا ما يأخذ أحكام الجنائز، يدفن من غير تغسيل ومن غير تكفين، يلف بخرقة ويدفن في أي مكان. نعم، ولا يصلى عليه لأنه ما صار نفس إلى الآن. نعم.